مساء الخير، اهلا بكم الى نشرة الرابعة من الرياض. نبداها بالعناوين. الجيش السوداني مدفعية في شمال أمدرمان بالخرطوم. بعد 8 أعوام السعودية تكشف عن تعدادها الجديد 32 مليون مواطن ومقيم. الشباب يتصدرون تعداد السعوديين الحديث، يشكلون 63% من إجمالي المواطنين ذكورا وإناثا. في الرابعة، رائدا الفضاء ريانا وعلي يصلان هيوستن بعد عودة سالمة إلى الأرض ويخضعان لحجر صحي. وجدة تترقب احتفاء تاريخيا الليلة، الاتحاد يجدد عهده بالمنصات عبر لقب الدوري. نبدأ من السودان الذي لا يزال تحت وطأة صراع مسلح لا ينتهي. مراسل العربية أفاد بتجدد القصف المدفعي في شمال أمدرمان بالخرطوم. وعلى صعيد جهود التسوية، علق الجيش السوداني مشاركته في مفاوضات جدة. ذكرت مراسلة العربية أن الجيش السوداني أبلغ بأن قوات الدعم السريع لم تلتزم ببنود الهدنة، وأنه لا معنى للاستمرار في تمديدها في ظل الخروقات التي ترتكبها قوات الدعم السريع. وأكدت مراسلة العربية أن الجيش السوداني علق مشاركته في مفاوضات جدة ولم ينسحب منها. هذا وفاد مراسل العربية بإغلاق كوبري الفتحاب من جهة أمدرمان بالخرطوم. أضاف أن الطيران الحربي عاود التحليق في سماء أمدرمان بالتزامن مع سماع عدوي إطلاق نار متقطع في منطقة المهندسين. مساحة المواجهات بين الجيش والدعم السريع متوسعة إلى مناطق خارج العاصمة، حيث نشر الجيش السوداني مقطعا مصورا لقواته من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وأكد أنه تصدى لهجوم من قوات الدعم السريع على المدينة وكبدها خسائر فادحة. أعلنت هيئة الإحصاء السعودية اليوم عن تعداد السكان في البلاد الذي بلغ 32 مليون و200 ألف نسمة. وأضافت هيئة الإحصاء بأن تعداد السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما مثل ما يصل إلى 63%، في وقت مثل فيه السكان غير المواطنين نسبة 41% من إجمالي السكان، أي تحديدا ما يزيد عن 13 مليون نسمة. الزميلة شهد المتروك تعرفنا أكثر على أبرز الأرقام في تعداد السعودية 2023. 8 أعوام عن آخر إحصاء رسمي لسكان السعودية اليوم. كشف التعداد الحديث عن 32 مليون و200 ألف نسمة يسكنون مناطق المملكة، وبنسبة نمو عن تعداد العام 2010 بلغت أكثر من 34%. منهم 8,600,000 نسمة في منطقة الرياض وحدها، يشكلون 26% من إجمالي السكان، بينما جاءت مكة المكرمة ثانية ب 24%، ثم المنطقة الشرقية ثالثة بنحو 16% من السكان مواطنين ومقيمين. رقم كبير سجل للسكان الأجانب في السعودية وفقا للإحصائية الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث بلغت أعدادهم 13,400,000 مقيم يمثلون 41% من إجمالي السكان. الذكور أكثر عددا من الإناث، هذا ما كشفه تعداد السعودية 2023، حيث بلغت أعداد الذكور 19,700,000 نسمة، فيما بلغت أعداد الإناث 12,500,000 أنثى. ماذا عن فئة الشباب السعوديين تحديداً؟ كم يمثلون من إجمالي سكان المناطق السعودية؟
هيئة الإحصاء كشفت أن الشباب السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً يمثلون 63% من إجمالي عدد السعوديين. أما متوسط أعمار السعوديين ذكوراً وإناثاً جاء عند 25 سنة، ما يؤكد أننا نعيش في مجتمع غالبيته من الشباب. انضم إلينا من الرياض رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري. سيد فهد حياك الله معي في نشرة الرابعة. مبروك أولا يعني إنجاز النتائج الأخيرة في الإحصاء 2023، لكن ما الذي تغير في الأرقام من 2010 حتى الآن؟ شكرا على الاستضافة وسعيد أكون معكم اليوم وأنتهز الفرصة هذه للتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم المستمر لإنجاح تعداد السعودية 2022، وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص اللي ساهموا بشكل كبير في نجاح التعداد. ولا يفوتني أيضا المواطنين والمقيمين والذين ساهموا في رفع دقة المعلومات وأيضا المشاركة الفاعلة. التعداد 2022 بكل فخر أقول أنه من أكثر التعدادات في المملكة شمولية ودقة في البيانات، وهذه جدا مهمة. تم استخدام التقنيات الحديثة لضمان رفع دقة العمل وأيضا لضمان درجة الشمولية. بالنسبة للأرقام وكما ذكر التقرير فيه نمو جدا ممتاز صحي من 2010 إلى الآن. طبعا التعداد آخر تعداد حدث في المملكة كان في 2010، التعداد هذا 2022 باستخدام التقنيات استخدم كأساس، وبناء عليه تم إعادة تقدير التقديرات السابقة. دائما بين التعدادين يتم تقدير السكان بناء على مؤشرات. التعداد هذا تم استخدام البيانات السجلية واللي ساهمت بشكل كبير برفع درجة التقدير. النمو اللي حصل في السعوديين من 14 مليون إلى 18.8، بالإضافة إلى النمو العام بنسبة 34%، نمو السعوديين كمتوسط كان 2.5%. لو نقارن السنة الماضية السعوديين زادوا أو التعداد أو عدد السكان زاد بمليون فاصلة أربعة، فهذه فيها زيادة جيدة. وطبعا ودي أركز أيضا أنه ما تم نشره في السابق تم إعادة نشره الآن بالتقديرات الجديدة. وش معنى إعادة تقدير أعداد السكان؟ وليش قررتم أنتم أيضا في الهيئة يعني مراجعة التقديرات السكانية السابقة؟ هذه الممارسة، ويمكن قبل ما أعلق عليها، في أثناء عملنا في التعداد تم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وأيضا استعانة بخبراء متخصصين في التعدادات بشكل عام. في أحد الخبراء يعني عمل على 14 تعداد في السابق. في المنهجية هذه ما تعتبر جديدة، كثير من الدول لما يصدرون تعداد جديد يتم مراجعة التعداد السابق اللي هو 2010، ومن ثم يتم إعادة تقديرات التعدادات. مثل ما ذكرت تعداد 2022 المميز فيه أن نستخدم تعدد مصادر البيانات، هذه واحدة، وأيضا التقنيات الحديثة اللي ساعدتنا مثلا في رفع تغطية المساكن بشكل كبير. استخدمنا صور الأقمار الصناعية لأول مرة، استخدمنا عدد من البيانات السجلية لأول مرة، العد الذاتي كان أحد الأدوات اللي تم استخدامها، بالإضافة إلى طرق التحليل وضمان دقة المعلومات. في الممارسة هذه يعني يمكن أعطيك عدد من الدول اللي أيضا تعرفنا على تجربتهم: الولايات الأمريكية المتحدة، بريطانيا، اليابان، أستراليا، وأمريكا، كوريا الجنوبية كذلك. استخدام هذه التقنيات والابتكارات هل تعني بأن التعدادات السابقة كانت غير دقيقة سيد فهد؟
منذ إطلاق رؤية 2030 وملاحظ عند الجميع التقدم التقني وأيضا الابتكار اللي حصل في المملكة العربية السعودية، التقنية اللي موجودة اليوم ساعدتنا وبشكل كبير إلى تفعيل أكثر لاستخدام البيانات السجلية كمؤشرات إضافية ما كانت موجودة في السابق. وهذه الفرصة أعطتنا أيضا فرصة أن حنا نعود للسابق، لأن أي قرارات أي تخطيط من قبل الحكومة الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لابد أنها تبنى أيضا على سلسلة زمنية. فقررنا أن حنا نعود إلى 2010 نستخدم البيانات السجلية اللي موجودة التقنيات اللي موجودة لإعادة تقديرها عوضا عن التقدير بشكل إحصائي. الآن التقدير مبني وبشكل مباشر ويعطينا صورة أقرب للرقم اللي موجود في المملكة. بالتالي سؤالي كان هل كانت غير دقيقة أو لا، لأنه مثلا أحدهم يقول يعني في تعليقه على نشركم للنتائج بأن التعداد لأول مرة يكون تقني لذلك السابق غير دقيق. أحدهم يعني استشهد بتغريدة كانت على صفحتكم في الهيئة السعودية للإحصاء مؤرخة ب 2016 بأن إجمالي عدد السكان السعودية في ذلك الوقت 31 وإجمالي عدد سكان السعودية منهم 20 أكثر من 20 مليون نسمة بمعدل نمو 1.62%. حتى نفهم بس شو اللي حصل. يعني أبي أركز مرة أخرى، إعادة تقدير البيانات السابقة والتعداد السابق هذه ممارسة دولية، مو بشيء جديد، يعني ما يعتبر شيء جديد في المملكة، فهذا ممارس بشكل كامل. النقطة اللي بيركز عليها، الأساس دائما في التعداد العمل الميداني، وبعدها يتم عمل تقديرات بناء على مؤشرات إضافية. فاللي موجود الآن عندنا ما كان موجود في السابق اللي هو التقنيات، تعطيك صورة أوضح وصورة أفضل ودقة عالية. يعني أنا بعطيك مثال على الدقة اللي تم الحصول عليها. عملنا بعد ما انتهينا من جميع مراحل التعداد عملنا 1,000,000 مكالمة لاختبار الجودة وحصلنا على نسبة 95%، وهذه نسبة جدا عالية ما ممكن أنها تتحقق، ومقارنة بالدول في العالم الوصول لها مو بسهل، لكن مع العلم أن حنا وصلنا لها الحمد لله بسبب التقنيات. التقنية هذه غير موجودة في السابق، فهي المنهجية، يعني هي اللي تعتمد على الأدوات اللي موجودة في نفس الوقت التعداد. اللي حنا عملناه في 2022 أخذناه كسنة أساس كبيسلاين، وبعدين بدأنا نقدر، لأن بين 2010 و 2022 جميع السنوات يتم تقديرها بناء على بيانات 2010. فلا بد أن حنا نعود إلى 2010 نعيد اللي هو حساب عدد السكان في حينه، ومن ثم يتم تقدير باقي السنوات بين الاثنين. تكلمت عن أنه استخدمتم تقنيات وابتكارات لأول مرة، سريعا ما هي أبرز هذه الابتكارات والتقنيات؟ في جميع المراحل، يمكن أول مرحلة كانت التخطيط للتعداد، واستخدم صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل أو المساكن الخارج القرى والمدن. هذه كانت يمكن في ذيك المرحلة العد، كان العد الذاتي لأول مرة يتم استخدامه. وأيضا في التحليل وجودة العمل عملنا يمكن 200 مؤشر عن طريق الأنظمة للتحقق من وجود أخطاء أو غيرها. لكن يمكن النقلة الكبيرة، وهذه اللي أنا أعلنت عنها في المؤتمر الصحفي، الخرائط التفاعلية. الخرائط التفاعلية راح تتيح للقطاع الخاص، القطاع الحكومي والباحثين خريطة للمملكة يمكن لأي شخص أنه يعني يوصل لها عن طريق الموقع، وأيضا يبحث عن كل مثلا مربع جغرافي أو حي في الرياض أو في أي مدينة أخرى ويحصل على التركيبة السكانية. هذه يعني راح تدعم القطاع الخاص على سبيل المثال عند فتح مشاريع جديدة أو التعرف على التركيبة السكانية في الأحياء أو في المدن، وهذه كلها متوفرة وبشكل مباشر عن طريق الموقع.
شكرا جزيلا لك من الرياض، رئيس الهيئة العامة للإحصاء في هذا الدوسر. هذا وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل إبراهيم أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الأول من 2023 الجاري بلغ أكثر من 5%. هذا الأداء القوي إضافة إلى ما أظهرته التقديرات السريعة لنمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول لعام 2023 بنسبة 5.8% يؤكد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على الاستمرار في النمو مستقبلاً من خلال رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية والابتكار في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمة العديد من القطاعات وأبرزها القطاعات القابلة للتصدير كالصناعات التحويلية المتقدمة وصناعة السيارات والسفن والنقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى القطاعات الواعدة كالثقافة والترفيه والرياضة والسياحة. من الرياض ينضم إلينا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصان المالية عبد الله الربدي. سيد عبد الله حياك الله معي في نشرة الرابعة. استمعت إلى الأرقام، دائما هناك علاقة بين النمو السكاني والأرقام وبين الاقتصاد، في ضوء هذه الأرقام كيف شايف التأثير بين الطرفين؟ مساء الخير أخوي خالد ومساء المشاهدين. طبعا بكل تأكيد عدد السكان يمثل قوة اقتصادية، يمثل قوة شرائية، يمثل سوق في نهاية الأمر. ففي المعايير الاقتصادية مهم جدا التقديرات العدد السكان، التقدير القوة الشرائية، تقدير هذا السوق في نهاية الأمر. ولذلك يعني اليوم السعودية كسوق ليست مثل أسواق مثلا دول أخرى مجاورة بسبب طبعا عدد السكان الكبير. لذلك من المهم ملاحظة ومتابعة نمو عدد السكان، التركيبة السكانية كيف جاية، فهذه الأمور تحظى باهتمام كثير سواء من المستثمرين دخول فتح مشاريع جديدة منتجات جديدة لابد أن يراعوا فيها وينتبهوا وكذلك يأخذوا في الحسبان عدد السكان ونمو السكاني. فلذلك اليوم يعني أبارك للجميع والقيادة بظهور هذه النتائج اللي طبعا احنا زي ما نعرف تكلم الاخوان والمسؤولين عنها انها الاكثر شموليه والاكثر دقه، وهذه يعني اخوي خالد لازم نحطها حتى اكثر من خط لانها تعني الكثير. خلينا نبدا باستعراض بعض الارقام اللي نشوفها الان على الشاشه. مثلا توزيع السكان على مناطق السعوديه، الرياض هي الاكبر 26.7 من 10، مكة المكرمة في المرتبة الثانية، المنطقة الشرقية 15.9، بقية المدن 32.5. هذه كيف ينظر لها أيضا من ناحية اقتصادية؟ طبعا نرجع مرة ثانية، هذا التكتل السكاني أو التوزيع الجغرافي للسكان مهم جدا في الأسواق. يعني اليوم بالنسبة لكثير من الأنشطة الاقتصادية راح تفضل أن تكون مع التجمعات السكنية الكبيرة، الرياض واحدة من أهم الوجهات بالنسبة للشركات والاستثمارات، وهذا ما نراه على أرض الواقع بسبب النمو السكاني الحالي والنمو السكاني المتوقع، وهذا شيء يعني سبق ذكره. البقية المناطق كذلك منطقة مكة المكرمة هي المركز الثاني، ولذلك نلقى فيها تركز قطاعات وأنشطة اقتصادية موجودة فيها وبالنسبة للشرقية. ف هذا التوزيع يعتبر جيد. يعني اليوم لما تفتح أنت مجال استثمار أو النشاط اقتصادي ما راح تفتحه يعني في منطقة نائية أو منطقة عدد سكانها كلهم 50,000 أو 60,000، بينما يكون عندك الفرصة أنك تفتحه في عدد سكان يتجاوز 8 مليون زي الرياض. حسب التعداد بالفئات العمرية الشباب 63%، بقية الفئات 37%. هذا هل يمثل نقطة تحول على المدى القصير القادم أو الطويل في 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 عجلة الاقتصاد في المملكة سيد عبد الله؟ بكل تأكيد يعني كيف؟ هذا تقريبا أهم رقم ممكن تقرأ في هذا الموضوع. أول شيء إيش المعاني الاقتصادية اليوم لما تقول متوسط أعمار السكان السعودية مثلا 25 سنة، متوسط أعمار السكان السعودية بما فيهم المقيمين 29 سنة، وش معنى هذا الرقم؟ هذا المعنى، هذا الرقم أول شيء يدلك على أنه اليوم الطبقة الشابة في المجتمع هي الأغلب زي ما ذكرت 63% هي فوق تحت 30 سنة،
وش معنى هذا الكلام؟ هذا معناه الكلام انه اليوم هذه الطبقه هي الاكثر استهلاكيه. احنا نعرف كل واحد ما تقدم في العمر تنخفض عنده مثلا الحاجه الاستهلاكيه، بينما ترتفع عنده مثلا الخدمات الصحيه. لا، اثنين، الوجود متوسط اعمار 25 سنه، هذا معناه انه الطلب على المساكن والعقار حيكون مرتفع الى عقود من الزمن قدامنا. الثلاثه، بالنسبه للتوظيف، بالنسبه للخريجين، خلق الوظائف، هذه كذلك في محور رئيسي على الاقتصاد، لانه اليوم انت لما تفتح اعمال وانشطه تجاريه وتحتاج الى توظيف، اليوم انا اقول لك متوسط اعمار السكان 25 سنه، فمعناه انه اليوم فرص التوظيف او فرص انك انت تلقى خريجين يقدرون ينضمون لسوق العمل فرص كبيره، وهذه اذا خصوصا اذا كانت ترافق معها تعليم عالي وتعليم يعني متوافق مع الانشطه الاقتصاديه، هذا كله يعطي قوه وتحفيز ويعطي زياده جاذبيه للسوق السعودي وديناميكيه حقت السكان. طب الان عندنا صح 63% شباب، لكن اعتقد الارقام كمان تكشف عن انه في معدل مواليد يتناقص سيد عبد الله، واعتقد كمان في نسبه طلاق مرتفعه، يمكن تكلمنا عنها في 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 فترات سابقه. هذا ما يخلينا ممكن نخاف او نواجه مستقبلا شبح تباطؤ النمو السكاني اللي بيكون له اثر سلبي ربما على الاقتصاد وعجله التنميه، او انه ما في علاقه بين الاثنين؟ يعني انا ماني مختص في علم الاجتماع او ممكن اللي يعطيك، لكن كل تاكيد التراجع في عدد المواليد ونسبه المواليد للاسره، هذا في تراجع كبير. في الستينات والسبعينات اذا ما خاب ظني كانت الارقام قريبه من 8 للمراه مواليد، 8 مواليد للمراه. في اول الالفيه نزل الى حدود 4-3 وشوي، اليوم احنا في تناقص ونزول الى 2.2. عموما ما زلنا في مستوى مطمئن من ناحيه النمو السكان لعقدين من الزمن، يعني اعتقد من 20 الى 30 سنه على 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 المعدل الموجود 2.2 يعتبر جيد للضمان نمو السكان. اكثر من 20-30 سنه اعتقد انه راح يكون في مشكله اذا استمر عندنا النزول من 2.2 الى 2.12، هذا راح يواجه مشكله على مدى زمني اطول، طبعا على 50 سنه. فعلى المدى الزمني نعم اقدر اقول لك 20 سنه لا يوجد خوف، اكثر من كذا نعم يوجد مشكله. إلى جانب حسب الإحصائيات هذه 41.6%، في زيادة في عدد الأجانب سكان السعودية في 2023، لكن هذه الزيادة جاءت بناء على إيش؟ من هم هؤلاء الأجانب؟ ما هي مواصفاتهم أيضا؟ إلى أي مدى يساهمون أيضا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي؟ نتكلم عن عمالة بمعدلات دخل نازلة يعني، أو نتكلم عن ناس بخبرات بكفاءات مختلفة لهم أثر، أو نتكلم عن مستثمرين؟ جميل جدا. أول شيء إحنا لازم نعرف نمو عدد سكان سواء كان من سعوديين أو غير سعوديين بشكل عام، بعدين نفصل، بشكل عام ينظر له إيجابي. ليش إيجابي؟ لأنه اليوم أنت تنمو في عدد السكان في نفس الوقت اقتصادك ينمو. فاليوم الاقتصاد مثلا إذا جينا وأخذنا مثلا أرقام مقارنة، آخر تعداد سكاني كان في 2010 عدد الأجانب أقل من 10 مليون بقليل، لكن كم كان حجم الناتج المحلي في ذلك الوقت؟ كان أقل بكثير من اليوم اللي وصلنا إليه. مثل تغير نمو الناتج المحلي، سياسة الاقتصاد ربما، بدل ما كنا معتمدين على مجتمع على اقتصاد ريعي في كثير من شؤونه، اليوم تغير، في تنويع في الاقتصاد وتحريك في العجلة في أكثر من مجال، هذا جيد. ودي بذكر لك عليها يعني ملاحظة على هذه، لكن نمو الاقتصاد من 2010 إلى 2022 يتطلب نمو سوق عمل، يتطلب زيادة سكانية، يتطلب إلى سوق يستوعب هذا الانتاج، فبالتالي من الطبيعي جدا بل هو المطلوب أن ينمو عدد السكان بشكل يتناسب مع النمو هذا. اثنين، لابد أن يكون النمو هذا جاي من جانبين، نمو السعوديين نفسهم المواطنين ونمو من عدد الأجانب. لابد يكون في
شلون ما فهمت انه لابد يكون ايش نسبه النمو متقاربه ولا شلون ما فهمت؟ لا انه انت تتكلم عن 41% والمستهدف في 2030 نتكلم من 50 الى 60 مليون صح ولا لا؟ خلينا نتكلم مثلا في 2010 انه الناتج المحلي وخلنا نفترض انه كان بحدود تريليون ويمكن حاجه شيء ما اذكر الارقام بشكل مضبوط لكنها ازود من التريليون بشوي. اليوم احنا نتكلم على تريليون دولار، هذاك تريليون ريال، يعني نتكلم على 3.75 مليار. النمو ثلاث اضعاف نموه في حجمه في 2010. نمو عدد السكان من 2010 الى 2022 كان تقريبا 45 يمكن او شيء زي كذا. فانت تتكلم على نمو سكاني مع نمو ناتج محلي. النمو هذا ما جاء من فراغ، النمو الاقتصادي لابد من وظائف، لابد من ناس تعمل. ممتاز. فهم. بس هذول وين بتروح؟ وين بتروح فلوسهم؟ والله أنا المخرج وأيضا رئيس التحرير يعني حاولوا يقمعوني قدر الإمكان على أساس الوقت. وين بتروح الفلوس؟ إحنا كنا نعاني مثلا من مشكلة إنه الأجانب كانوا يحولوا رواتبهم إلى دولهم، وهذا أمر طبيعي. فبالتالي اليوم الأثر مقارنة مع هذا الزيادة ومقارنة مع ما كان سابقا يعني في الفترة، هل في تغير سريعا؟ سريعا في عام 2010 كانت تحويلات الأجانب 98 مليار، اليوم 143 مليار، لكن خذ بالك أنه زادوا عدد الأجانب. اثنين، زادت الأجور والمرتبات للأجانب نفسهم، فهذا طبيعي أنه يزيد معك. لكن المهم لما كانت تركيبة الاقتصاد تقوم على اقتصاد ريعي، يعني تقوم على معونات ومساعدات الدولة بشكل كبير جدا، كان يذهب جزء من المساعدات هذه في هذه التحويلات والاستفادة الأجانب منها. فاليوم مع تغير الهيكلة الاقتصاد أصبح من المجدي أنه عادي لو تتحول لو يعمل على جانب، لكن في النهاية هيكل الاقتصاد يستحمل ولا تذهب هذه المعونات بشكل خاطئ زي ما كانت سابقا. نعم. فاليوم التعديل الاقتصادي أعتقد أنه متناسب مع الأوضاع الحالية. أشكرك شكر جزيل. عبدالله الربدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، شكرا لك. في الرابعة بعد قليل، مبادرة طريق مكة، أكثر من 370 ألف مستفيد خلال 6 أعوام. أهلا بكم من جديد. تتوافد هذه الأيام بعثات الحج إلى السعودية تمهيدا لموسم حج استثنائي. مبادرة طريق مكة إحدى المبادرات التي استفاد منها مئات الآلاف من الحجاج في عدة دول إسلامية. شهد المتروك مرة أخرى تعود لتعرفنا على المبادرة وعلى رحلتها التي انطلقت قبل 6 أعوام تقريبا. قبل 6 أعوام وتحديدا في العام 2017 أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن التابع لبرامج رؤية السعودية 2030، بهدف رحلة حج ميسرة وبجودة عالية للحجاج المستفيدين. بدأت المبادرة في دولة واحدة هي ماليزيا، وتوسعت لتشمل الآن 8 دول عربية وإفريقية وآسيوية، أحدثها تركيا التي انضمت أمس إلى الدول المستفيدة، ووصلت أولى رحلات الحجاج الأتراك إلى مطار المدينة المنورة ضمن المبادرة. المبادرة تعمل على إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة الإلكترونية ونقلهم إلى إقامتهم، وإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة ونقلهم إلى مقار إقامتهم في المشاعر المقدسة عبر مسارات مخصصة. واستفاد من المبادرة حتى الآن أكثر من 376 ألف حاج طوال الأعوام السابقة. وزير الخارجية الماليزي وصف مبادرة طريق مكة بأنها فكرة ونهج إبداعي تنفذه السعودية لتسهيل رحلة الحجاج، معربا عن سعادته باستفادة الحجاج الماليزيين من هذه المبادرة. في استديوهاتنا من الرياض ينضم إلينا المهندس محمد أبو الخير إسماعيل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن مبادرة طريق مكة. أيضا حياك الله معايا مهندس إسماعيل. حياكم الله. اليوم المبادرة تعود بصورة مختلفة، ستعود أرقام الحجاج إلى وضعها الطبيعي ما قبل الجائحة، فبالتالي
كيف يتم التعامل الآن من خلال هذه المبادرة مع هذه العودة؟ بداية أشكركم على الاستضافة وأحب أرفع التهنئة إلى القيادة الرشيدة. الحمد لله الأخبار الجميلة تتوالى عفوا من استقبال الحجاج إلى عودة رواد الفضاء السعوديين بفضل الله وحمده بسلامة إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك الأخبار الطيبة عندكم في القناة قناة العربية الجميلة بالحصول على الجوائز. لا يسعني إلا أني كذلك أني أوجه التهنئة لكم، الله يعطيكم العافية. ما يخفى عليك أخي خالد وعلى السادة المشاهدين، بفضل الله تعالى عادت أعداد الحجاج هذا العام إلى سابق عهدها. الآن مبادرة طريق مكة تحقق بفضل الله نجاح متتالي منذ إطلاقها. اليوم بأمر الله تعالى نحقق ونطبق هذه المبادرة في 7 دول مختلفة ودولتين إضافية هي جمهورية تركيا وكذلك جمهورية ساحل العاج. إذا نظرنا إلى هذه المبادرة، دائما نعمل في منظومة الحج والعمرة بتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في أن نحلل كل مراحل رحلة ضيف الرحمن ونسأل نفسنا السؤال المهم: هل نحتاج إلى هذا الإجراء؟ إذا كنا نحتاج هذا الإجراء، كيف يمكن أن نطور هذا الإجراء؟ وهذا هو المقصد من وراء مبادرة طريق مكة التي حقيقة تتكاتف فيها، أنا بالنسبة لي تعتبر مجال للإبداع وكذلك مجال للتعاون الكبير ما بين كل أصحاب المصلحة في هذه المبادرة، واللي تزيد عن 7 جهات حكومية مختلفة تعمل بشكل متكاتف. نعمل في هذه المبادرة على إنهاء كافة الإجراءات منذ بلد الضيف، بحيث أنه يصل ضيف الرحمن الحاج إلى المطار وينتقل مباشرة من باب الطائرة إلى باب الحافلة إلى مقر سكنه، ويجد كذلك أمتعته جاهزة في مقر السكن. توسع كبير وزيادة في الأعداد عام بعد عام، وإن شاء الله تعالى كذلك يكون مستقبلها النجاح والتوسع. سؤال الحاج يمكن ما تغير، لكن اليوم بعد المبادرة كيف تتعاملوا في الإجابة على أسئلتهم؟ الفائدة اللي أنا حأخذها من بعد الانضمام أو انضمام دولتي إلى هذه المبادرة، الإجراءات كيف ممكن تيسر أو تسهل وصولا إلى أداء المناسك وعودة كذلك إلى بلاده؟ بالنسبة لنا المعيار الأساسي في هذا الموضوع هو تجربة الحاج ومستوى رضا الحاج. نعمل من خلال مع شركائنا في منظومة خدمة ضيوف الرحمن على قياس مدى رضا الحجاج عن هذه الأمور وعن جميع مراحل تجربتهم منذ أن ينتووا القدوم إلى المملكة العربية السعودية سواء لأداء الحج والعمرة وحتى يعودوا سالمين. عودة على النقطة اللي تفضلت فيها تحديدا، الحاج يهمه أن يؤدي نسكه وأن يحصل على أرقى الخدمات وكذلك أن يتجاوز كافة الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا ما تحقق هذه المبادرة. لا يضطر إلى الانتظار أبدا ويخدم بكل يسر وسهولة وتنتهي كافة إجراءاته من بلده، فيصل ويتجاوز كافة الإجراءات وينتقل في سلاسة شديدة جدا، فهي تعتبر إضافة عالية بالنسبة له. إذا المعيار الفني هنا هو وقت الانتظار والذي لا يحسب بحكم أنه لا يقف أصلا في مراحل القدوم. في 6 سنوات عندنا بس 7 دول انضمت إلى هذه المبادرة من 57 دولة إسلامية، دولة واحدة عربية من 22 هي عدد الدول العربية. ما تشوف أن وتيرة انضمام هذه الدول بطيئة أو بطيئة جدا يعني في خلال هذه الفترة؟ مش المفروض مثلا يوم نتكلم عن أقل شيء 3 كل سنة مثلا نقول 18-20 دولة، ولا أنا مستعجل زيادة عن اللزوم؟ صحيح، لكن يجب أن نتذكر كذلك أنه العام الماضي عادت أعداد الحجاج بما يقارب، كان عدد الحجاج فقط 1 مليون حاج، وكذلك استمرت هذه المبادرة وخدمت مجموعة من الحجاج إذا ما كنت واهم 5 دول خلال العام الماضي، ويعني جائحة كورونا لا أعادها الله توقف قدوم الحجاج من خارج المملكة على مدى 2 سنين. فبشكل دقيق نقدر نقول أنه هذه ممكن تكون 4 سنة لهذه المبادرة والزيادة جيدة. وكذلك أحب أركز كذلك على الدول الموجودة ذات كثافات سكانية كبيرة وتخدم أعداد كبيرة من الحجاج، فالمسألة كذلك تحتاج أننا ننظر لها من جوانب مختلفة من ناحية في الأعداد. إقبال من الدول أو في مراسلات تجيكم أو طلبات من دول للانضمام؟ بطبيعة الحال كل
دولة تسعى إلى توفير الخدمات هذه الإضافية إلى حجاجها، وكذلك الزملاء حقيقة قادت هذه المبادرة زملائنا في وزارة الداخلية لا يتوانوا عن تقديم هذه الخدمات أبدا للجميع. وأحب حقيقة هنا أكرس أو أركز على شكر كافة الجهات التي تعمل في هذه المنظومة بقيادة وزارة الداخلية، إن كان وزارة الصحة، ولا أريد أن أذكر الجهات سواء كان وزارة الصحة أو وزارة الحج والعمرة، هيئة البيانات، الطيران المدني، الزكاة والضريبة، والجميع حقيقة. أنا كنت ما بدي أذكر بعض الجهات حتى لا أنسى البعض، لأنه الحمد لله عمل تكاملي جميل يعكس انصهار كافة جهات المملكة العربية السعودية والجهات الحكومية. مهندس سريعا، يهمني أسأل كمان عن تكاليف الحج بالنسبة للحاج مع المبادرة هذه، قلت ولا في وضعها ولا زادت ولا كيف؟ بالنسبة لي دائما، ولا ما لها علاقة في خليني أقول هنا أنه هي تتعلق بتيسير الإجراءات أكثر، ولكن دائما ما تضمن المملكة العربية السعودية وصول الحجاج بتكاليف متوفرة لدى الجميع، وتقدم لهم أفضل الخدمات على كافة مراحل الرحلة. أنا أشكرك شكر جزيل، تمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا جزيلا لك، دائما تتواجد معنا مهندس محمد أبو الخير إسماعيل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمة. شكرا لك مرة. شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا. الله يحييك. حضور كبير لفيلم قندهار على شاشات السينما العالمية، وهو أول فيلم عالمي تم تصويره وتنفيذه في السعودية تحديدا في محافظة العلا. الفيلم من بطولة جيرارد باتلر، وبدأ عرضه في الصالات منذ الخميس الماضي. يحكي الصراع الاستخباراتي بين الأجهزة الأمريكية والبريطانية والإيرانية والباكستانية، ويتناول وقائع حديثة منها تفجير معمل ناتانز في إيران، واغتيال المشرف على البرنامج النووي الإيراني علي فخري زادة وغيرها. من ولاية مينا الأمريكية منتج فيلم قندهار سكوت لاستيتي. سيد سكوت، أهلا وسهلا بك معنا. أصداء الفيلم لفيلم قندهار المصور في العلا، كيف تقيمها وأين تضع فيلم قندهار بين الأفلام التي أنتجها سكوت لاستيتي؟ You mean the making of the film and my experience making it in Oulula? Yes, sir. Assuming that's your question, I can say I had a great experience. بيوصل القول أن تجربتي كانت رائعة في صناعة في تصوير الفيلم بالعلا. 8 أشهر في السعودية، كان وقتي جميل واستمتعت، كان تحديا كسوى من الأفلام، لكننا حصلنا على دعم كبير من هيئة مختلفة حكومية أتت لمساعدتنا، وكانت تجربتنا رائعة. وبالنظر إلى ما خرجنا به كفيلم فنحن سعداء بما أنتجناه، وواجهتنا مفاجآت، وكانت تجربتي فعلا جميلة جدا بتصوير الفيلم هناك. إيش أهم التسهيلات أو الدعم الإنتاجية المطلوبة اللي توفرت لك في العلا سيد سكوت لاستيتي؟ Yeah, absolutely. So نعم أكيد. من الأمور التي استمتعت بها كثيرا وكذلك مساعدي هو في البداية تصوير الفيلم في السعودية، كان ليس في الفترة التي كنا فيها، بل هناك تسهيلات وموارد، وكنا بحاجة إلى فريق ذو خبرة. أعجبتني حقيقة أننا هناك
أقمنا شراكة مع شركائنا السعوديين وخرجنا بشيء جديد. لم تكن هناك كثير من التسهيلات في العلا، لكن الآن هناك يبنون حاليا مسرح صوت، لكن في وقت تصوير الفيلم لم يكن هناك شيء. استخدمنا موقع وهو بيت صغير استخدمناه، والآر سي يو كانوا شركاء لنا وساعدونا في، وهي الهيئة الملكية التي ساعدتنا في تصوير الفيلم وبعض المعدات التي لم تكن موجودة لكنها الآن أصبحت موجودة. كنا بحاجة لدعم لمساعدة لأن ندخل المعدات والكوادر وحتى الطاقم، وكان من المهم أن نرى هذا الحماس الذي شهدناه من الكوادر التي انضمت للعمل معنا. كثير منهم ذوي خبرة وكثر لم يكن لديهم الخبرة بل تعلموا معنا. كانت رحلة جيدة في العلا، سعدنا بها وكسبنا خبرة، ويسرنا أن نقوم بهذه التجربة مرة ثانية. وكانت تجربة مثيرة، وأنا لدي فعلا لهف في أن أقوم بالتصوير مرة ثانية هناك. هل هناك اتفاق على فيلم، على مسلسل أو على عمل في العلا قادم مستقبلي؟ I'm having conversations. I guess I'll say that. هناك حوار حالي قائم. ليس لدي شيء محدد، لكن هناك نقاش. وأنا أحب السعودية وأود أن أعود لصناعة فيلم جديد. هذا هدف لي. هناك نقاش. لا أستطيع التحدث عن فيلم محدد، لكن هناك نقاش يدور الآن حول أفلام قادمة. وهدفي هو العودة والتصوير لمزيد من الأفلام في السعودية. كمنتج لك خبرة في الأفلام السينمائية، لك عدة أعمال معروفة، أيضا سيد جيرارد باتلر وهو أيضا واحد من أهم الأسماء في عالم السينما أيضا الأمريكية، كيف تنظر إلى السعودية اليوم كواحد من المناطق أو العلا أيضا في صناعة الأفلام، في صناعة السينما العالمية؟ أين يمكن أن تقعها، أن تضعها يعني؟ It's a really good question. سؤالك جيد للغاية. أعتقد أن السعودية مؤهلة جدا لأن تكون مقصد الأول لصناعة الأفلام في المنطقة. أولا لأن هناك محفزات تقدم من الدولة للأفلام الجيدة، والمحفزات لصناعة الأفلام جيدة في العالم، لكنها في السعودية منافسة جدا وأفضل من أي محفزات أخرى في أي مكان آخر. لذلك هذا أمر يستقطب صانع الأفلام. وأمر ثاني وهو تنوع البيئة في السعودية، شكل المنطقة في العلا خلاب جدا، وكذلك يمكن بناء مواقع التصوير بشكل مختلف وبشكل متنوع، وبالتالي فهي ليست مسألة لتقييم العلا لشكلها فقط، بل يمكن أن تصنع هذه الأشكال على مواقع التصوير. صورنا أيضا في جدة وهي مدينة حيوية، ويمكن هذا أن يضاف للمواقع التصوير. أرى مستقبلا لتصوير الأفلام في السعودية، وهناك أمور ذكية تتم الآن، وهناك منتجين أذكياء محليين يقومون ببناء هذه القاعدة لصناعة الأفلام. بوسعي القول أن المنطقة ستصبح بالتأكيد مقصدا لصناعة الأفلام، وأنا مهتم بأن أشاهد كيف ستتطور هذه الصناعة في السعودية وكما راقبتها في أنحاء أخرى في العالم. بالتأكيد ستكون بداية وفاتحة خير ربما على السعودية لتضع نفسها في خارطة الإنتاج السينمائي العالمي. دعني يعني أسألك عن الفيلم من ناحية فنية نقدية، وهنا ربما استعرض لك جزء من مقال إليزابيث فيسنتلي، هي ناقدة درامية رئيسية في نيويورك تايمز.
تحدثت وقالت بأن أو وصفت هذا الفيلم بأنه فيلم ممل، فيلم بطيء بشكل مذهل، هذه في صحيفة نيويورك تايمز، وأن بيتلر في هذا الفيلم اختار وسيرة غير فعالة، القصة غير متماسكة دراميا. أحد النقاد العرب يقول مثلا بأنه هذا الفيلم ليس فيه جديد بإظهار رجل الاستخبارات الأمريكية، الرجل الخارق للعادة الذي يعني تتنافس عليه الكثير من الدول للإمساك به كما حصل في قندهار ولكنها لم تفلح. مثل هذه الرؤى النقدية يعني إلى أي مدى تؤثر في الفيلم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في قبول أو عدم قبول هذا الفيلم؟ Well, I guess time will tell. We'll find out. أعتقد أن الوقت حليف هو الكفيل بأن يخبرنا هذه الإجابة. وأعتقد أنه بكل فيلم نراه سيكون هناك نقاد من كلا الطرفين، من يعجبهم من لا يعجبهم. هذا النقد الذي ذكرته أنا سمعته، وأنهم كانوا يتوقعون من الفيلم أن يكون عبارة عن أكشن مستمر لا يتوقف، لكن إن أردنا عمقا بالفيلم لن يكون هناك حركة طوال الوقت. المسألة في صناعة الأفلام أن هناك دائما من يعجبهم ومن لا يعجبهم، هذا أمر طبيعي. شكرا جزيلا لك. منتج فيلم قندهار سكوت لاستيتي من ولاية مين الأمريكية. وصلت الطائرة التي تقل رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريان برناوي إلى هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية بعد انتهاء رحلتهم التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية. ويحمل رائد الفضاء 92 عينة من التجارب العلمية التي تضمنتها المهمة. في أول شهور يونيو مربعانية القيض، وفي منتصفه ينتهي موسم هطول الأمطار. خالد الزعيم. الشهر السادس من شهور السنة الميلادية يسمى بيونيو، ويونيو أحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يوما، يسمى بالعراق وبلاد الشام بحزيران، والمغرب العربي يسمونه بجوان، ومصر يسمونه بيونيه، وأصل التسمية مأخوذة من جونوا وهي زوجة آلهة السماء الروماني جوبيتر، والذي يحب زوجته كثيرا. إني أحبك حبا لو علمت به لأزهر الكون في عينيك. وازدهر. وشهر يونيو في أوله تبدأ مربعانية القيض، وهي 40 يوما السابقة على الحر اللاهب والمسماة عند العامة بزدحة أجمرة القيض، وفي منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على بلدان الخليج ما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، فهذه تبدأ عندهم موسم الأمطار الخريفية، وفي نهايته نعيش أطول نهر وأقصر ليالي السنة، وترد الشمس بارحة إلى الجهة الجنوبية البارحة. يا حبيبي ضاق صدري والقلب حزن على فرق حبيبه، يا من يرد الحبيب وياخذ أجري قفى بلا سبت ربي حسيبه. العناوين: الجيش السوداني يعلق اتفاقية جدة، وتجدد القصف المدفعي في شمال أمدرمان بالخرطوم. بعد 8 أعوام السعودية تكشف عن تعدادها الجديد 32 مليون مواطن ومقيم.
شباب يتصدرون تعداد السعوديين الحديث 63% من إجمالي المواطنين ذكورا وإناثا. رائدا الفضاء ريانا وعلي يصلان هيوستن بعد عودة سالمة إلى الأرض ويخضعان لحجر صحي. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.